ناخذ سندويشة. سندويشة مبلا شو بدك اياها؟ ها؟ شو بدك؟ دجاج. دجاج عادي؟ دجاج من هاي يعني؟ شاورما دجاج. ايه يلا شو بدك اياها؟ خبزة صغيرة إلا وسط؟ ألف وسط 1005 واحدة دجاج معلم. كبيرة ناشفة ناشفة. قديش حقها؟ 1005. سخن لك يا شوي. 1005. خمسة؟ 1005. 1500. يعني بتعطيني 2000 بعطيك 500. نعم بالله. تفضل حبيبي. قديش الجاي؟ 1000؟ أنت شو بدك؟ جاي؟ كم وحدة؟ معها معنا؟ ربع خمسة. طيب يجي ستة؟ سوي لنا ستة جاي. الله يخليك، سوي لنا لحمودي وحدة. معلم وين صلت المهملات هون؟ ليك وين؟ قال لي عندي شغل، عنا شغل، هلا عم تاخذ وبتعطي كثير، ساعة معه، ساعة معي، ساعة مع فلان، بدنا نشتغل، قل لي امرني. أنا ما أخذت وأعطيت. قل لي قل لي. بس الفروج قديش عمره اللي يعني عم حطوه بالشاورما؟ هذا كل يوم بيقوموا بشيلوه من صدره، هذا صدر. هذا مو فروج كامل، الصدر تبع الفروج، بس كل يوم هذا بينقال بينحط. حسيت من طعمه انه كبير بالعمر. لا 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 كل المشروع يعني نحن معروفين هون مقصودين كيف عندك بالعراق؟ كيف عندك هونيك؟ اتخن محل مين عندك؟ نحن هون هيك اذا ملاحظ يعني شوف من الشغل، شوف نسبة الشغل شو هي. شوف نسبة الشغل بتعرف انه نحن ما عندنا شيء مش مزبوط، كله مزبوط. هلا خليني فوت اشتغل، فيي فوت اشتغل؟ فيي فوت اشتغل يعني؟ الله يخليك. علم قديش عمره الفروج؟ مرر شوي خليني انت. ها؟ قال له قد ايه عمره؟ اقل شيء قال له خلصنا بعض. هات لي هات لي الشغيله يا معلم. بعدين قديش تقريبا؟ هات لي الشغيله خلص واقع جنب. يا معلم انا هذا العمر من الفروج ما باكل منه. في يعني طعمه شوي. بعتذر منك انا ما بدي حقها. انا ما بدي حقها. شو بدك تكبها؟ ما بدي اياها. الله معك حبيبي. طول هون. معلش معلش. طول بالك بس. الله معك بس نشتغل هلا عنا. نمشي نمشي هلا. معلش وقف وقف. معلش يعطيك. شو فيها فيها شيء فيها شيء؟ عمره صغير الفروج ما بياكل. ممكن فيهم طعمه؟ تاتا يا حبيب ما بدي اياها ما ب... شوي بس شوي بس قل لي شو بدك ليش ليش ها آه؟ في شيء السندويشه اخي طعمة الفروج ما عجبتني انا عمره كبير هذا الفروج اللي طعمونا منه في طعمه يعني هذا فروج عمره يمكن في 6 شهور انا باكل الفروج عمره شهر ونص طيب بيجي تبع الشهر ونص طبعا في شيء يعني لا لا شو ما بدنا اياها خلص بقول طعمته منو معلم اعطينا فروج صغير معلم لا 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 سندويشة للفروج عندي روح اه لا 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 خذ اخي خذ خلص بناكل من غير محل هلا هو مخيول انت رديت عليه لا بقى بيقول هو فيهم طعمه يا اخي فيهم طعمه لا لا قد ايه عمر الفروج ويوم شو هذا مخيول انا مجنون باكل فروج عمره شهر ونص هذا عمره شي 6 شهور لك ما في شي سلامتك سلامتك بلاون هلا بلا مشكله معلمي انا يوميا بقلي 1000 سندويش بعد ما حدا اشتكى يعني الا هذا المجنون يعني هلا شو شو طيبين ولا مو طيبين شو هلو 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 هي مات مات لا لا ما بيموت الواحد ما بيموت في في يعني وجع في شيء وجع لا لا ما بيموت ما بيموت بس طعمته تبقى شو عم تلفش فينا جايين بدنا ناكل شوف كل يوم بيك انا وعائلتي من هون صار لك شيء؟ شو رايك انت؟
يا اخويا. طعمة الفروج كبير لما صغير؟ رحمة قلت انت كمان يا اخي. بعرف الفروج اكبر من الصغير. انا بعرف فيهم. روح كل غرهار. يعني بدي اكل فروج صغير. ما عندي ما عندي ما عنده ما عنده حقه 10,000 ليره للفروج ما عنده. طيب اصغر فروج عندك قديش عمره؟ طلع فيه طلع فيه هذا عمره هذا سنه ونص عمره. ريح يا بدي يكون شهر ونص صغير اطيب يعني بدي يكون شهر ونص. بدي لك يا اخي هذا فيه مش تعبان هذا اخي في فروج كبير وفي فروج صغير بس كيف؟ ببين معك الفروج؟ ايه ببين. حطه على الشواية. ايه اذا فتل هيك بيكون كبير هيك صغير اذا فتل هيك كيف بيكون؟ وصل وصل الله معك. هلا 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 انت ليش 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 شوي تعال لك ها بدي فروج عمره شهر ونص. معلم قديش حقن السندويشات اللي رجعوهم الشباب؟ 8000 حقن 2000 هي ما بقى عندي يلا 2000 طول بالك مين دلك علينا؟ فروج صغير شي عمره يكون شهر بس يا خيي مين دلك علينا؟ الله يرضى عليك لحمه طيب خروف صغير ولا خروف فروج صغير ما عندنا يا خيي الله يرضى عليك. طيب اعطينا سندويشه بس لانه هديك مو طيبه طبعا يا خيي ما تعطي شيء الله يرضى عليك خل عنا معلم هديك فروج صغير اعطيه يكون عمره شي شهرين بس انت بتعرف الموضوع الله يخليك دخيل عينك اعطينا واحد لا دخيل عينك اعطينا الله يرضى عليك يا خيي الله يرضى عليك اعطينا واحد بس سندويشه بس سندويشه طيب دوقني هديك دوقني هديك دوقني خلص ما عندي طيب معك الكاميرا الخفيه عم نمزح معك نمزح معك الكاميرا الخفيه الكاميرا الخفيه الكاميرا الخفيه ايه لا الكاميرا الخفيه ما بدنا حدا زعلان يلا سلام عليكم سلام